موضوع ده شقين، شق طبيعي وشق الحساسية أوفر، وبيتعبوا نفسهم وبيتعبوا اللي حواليهم معاهم. باختصار، أكتر 7 أبراج في حلقة النهاردة: الأشد والأكثر حساسية بالترتيب، والشاطر يتوقع، والأذكى يقول لنا المركز الأول. أنا بقرأ كل تعليقاتكم، ويلا برحب بأجمل ناس وأجمل عيلة. واللي ما اشتركش في القناة اشترك، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه في المركز السابع. حد توقع؟ هو برج الأسد، رجل ولا سيما أنثى. الأسد يصنف من الأبراج اللي حساسيتها عالية والدرجة بتاعتها عالية، وإن كان مش مزعجة أوي زي أبراج القمة، ولكن خلي بالك هو في علم الفلك برج عرفنا عنه واتقال عنه إن هو برج حساس. في المركز السادس في برج أشد حساسية من برج الأسد، وهو برج الثور الترابي. البرج ده حساس، رجل وأنثى الاتنين تقريبا على حد السواء، والحساسية ممكن تكاد مزعجة شويتين. عشان كده برضه هو بيصنف من أكتر الأبراج اللي درجة حساسيتها عالية. ولكن الثور والأسد في منطقة، وبرج العذراء اللي في المركز الخامس في منطقة تانية، وبدأنا ندخل في الأبراج اللي حساسيتها زايدة ممكن زيادة عن اللزوم. العذراء أنثى بالتحديد، أنثى بالأخص حساسية عالية أوي أوي، تخلي بالك برضو من حاجة زي كده. رباعي خط النار، أكتر 4 أبراج حساسية، ومن الشاطر يتوقع. ولو شايفين الحلقة دي عجبتكم يا ريت ندوس لايك ونشار على قد ما نقدر. الجدي في المركز الرابع، رجل وامرأة الجدي على حد السواء، من أشد وأكتر وأعلى الأبراج حساسية بين الأبراج كلها هو الجدي الترابي. خلي بالك دي ممكن تعمل أزمات كبيرة أوي ومطبات كبيرة أوي، بالذات بقى لو أنت مرتبط. هو مش حتى لو أنت مرتبط، حتى لو هو أخوك، أختك، والدتك، والدك، صاحبك، هتلاقي صدقني أنت بتتعامل تلقائي، وفي حاجات في النص كده هو بيأيدها وما بينساهاش، وهو برج من الأبراج الشيالة زي الطور كده تحديدا يعني. فخلي بالك برضو درجة الحساسية مزعجة عند برج الجدي. ولكن في المركز الثالث ونوصل لبرج أعلى وأشد حساسية، هو برج الحمل الناري، امرأة ورجل برضو على حد السواء، من أشد وأقوى وأكثر الأبراج حساسية اللي أنت ممكن تواجهها في حياتك، واللي تخلي بالك وتعمل وتفكر في الكلام شوية مع برج الحمل والتعامل مع برج الحمل، وإن برج الحمل يسامح مش بسهولة، ولا الجدي بيسامح بسهولة، ولا الثور بيسامح بسهولة. ولكن في المركز الثاني في برج تاني أقوى من كل الأبراج دي في الموضوع ده، وأشد من كل الأبراج دي في الموضوع ده. دي الأبراج اللي حساسيتها أوفر زيادة عن اللزوم أوي، 3 4 أوي بعد كلمة زيادة عن اللزوم. هو برج السرطان، رجل ولا سيما سندريلا ولا سيما أنثى برج السرطان المائي، من أشد وأخطر الأبراج في درجة حساسيتها، ومن العوامل الرئيسية في سبب مشاكلها النفسية هي حساسيتها الأوفر، أوفر أوي وعالية أوي وشديدة أوي. بينما في المركز الأول أكثر الأبراج حساسية على الإطلاق من توقع وكتب، هو برج الحوت المائي، رجل ولا سيما أنثى. الحوت هو أكثر الأبراج حساسية على الإطلاق. الصفة لما بتزيد زيادة عن اللزوم بتكون مزعجة، وصفة الحساسية في برج الحوت مزعجة لأنها زايدة زيادة عن اللزوم، زيه تحديدا كده زي السرطان. يمكن الاتنين دول في منطقة تانية خالص عن كل الأبراج، كمان الأبراج اللي جت معانا في حلقة النهاردة. فمضطرين نحسس على كلامنا قبل أفعالنا، بل على نظراتنا وإحنا بنتعامل مع الأبراج دي، لأن الحساسية قاتلة تصيبهم في مقتل. نظرة عين مش ولا بد تخليهم ما يناموش الليل، تخليهم بالذات الإناث يبكوا أيام تخيلوا من نظرة عين. لذلك الموضوع مش سهل والموضوع مهم، ولا سيما بوجه للرجال اللي هيرتبطوا بنساء
من نساء القمة اللي جات معانا في حلقة النهاردة، وحتى لو انت انثى برضه ومرتبطة برجل ولكن معروف الرجل اكثر تحمل شوية، راعي النقطة دي عشان ما تخسرهوش، لان ممكن انت تشوف ان انت تلقائية والدنيا ما فيهاش حاجة والموقف بسيط ويعدي، ولكن اذا وقعت او اذا انت وقعت مع برج من الابراج دي هتقوم الدنيا ومش هتقعد، والاذى النفسي هيكون كبير قوي وقاتل قوي، وهيتعب نفسه ويتعبك، ما هم الاتنين مضطرين تتعاملوا مع بعض، واصعب حاجة ان انت تكون مضطر تتعامل مع شخص سواء قريبك سواء في بيت سواء في عمل سواء بقى، وده الكبير في الارتباط ايا كان نوعه. اكتبوا لي اراءكم في الحلقة دي، واللي نسي يدعم الحلقة بلايك لو شايفها مفيدة، واصدقائنا اللي هم على الفيسبوك تحديدا يشيروا على قد ما يقدروا، وبشكر كل اصدقائنا اللي انضموا للقناة، وبنعمل لايفات يا جماعة باستمرار عن حلقات مهمة قوي على الانستجرام، والانستجرام هتلاقوه في وصف الفيديو، او لو انت على الفيسبوك انزل في التعليقات هتلاقيني سايب الرابط بتاعه، عندنا قناتين تانيين كمان، واللي يحب ان هو يبعت لي او يتواصل معاه يبعت لي، اي حد يبعت لي وانا اتأخرت في الرد عليه بعتذر جدا، هرد عليه ان شاء الله عاجلا ام اجلا، وهتوحشوني.